تقولوا ان احنا حراميه. هم خربوا الدنيا، هم بيعملوا، هم اللي حرقوا الدنيا دي. الناس دي ترجع، الناس دي ترجع، الدنيا خربت. حرام كل ده ندفعهم دمنا احنا. اللي يحكم عليه في الوقت ده نرجع ندافع ونطالب بحقنا. كده مش هينفع. يلا اتكلم عشان تعبان. قول 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 ميدان، قول ميدان بس. رايحين الميدان بس كده. رايح فين دلوقتي؟ روح الميدان ولا كده ايه؟ روح هنحمي الميدان، هنقفل الميدان عشان نحميه. هنقفل الميدان، الشرطه انسحبت. هنقفل الشرطه انسحبت. جه شويه سلوك عملوا الصلح ما بيننا وبينهم، راحوا انسحبوا، سحبوا ورا الجيش ناحيه وزاره الداخليه. احنا دلوقتي عايزين نمنع الشباب انها تدخل ناحيه وزاره الداخليه عشان ما ياخدوش حجه بيها ويجوا يضربونا. بس هنروح دلوقتي نقفل الميدان ما حدش يدخل. ارجع على الميدان. كلنا دلوقتي بنرجع الناس على الميدان. الشيخ دول تعرفوا اسمهم ايه؟ مين؟ الشيخ دول؟ لا ما نقدر نسمع. مين؟ ازيك يا باشا؟